هل فقده الإعلام الرياضي فقط؟ لا، بل فقده الإعلام كله. هل ترك أثرا صغيرا ومضى؟ لا، بل نقش آثارا كبرى ستظل خالدة باسمه. هل كانت ليلة رحيله عادية؟ لا، بل كانت فاجعة ألبست القلوب حلة سوداء من الحزن والعزاء، اتحدت فيها كل الألوان والميول في وداعه. اتفق معه كثيرون واختلف حوله كثيرون، لكن محبته كانت الرهان الذي لم يخسر ولا يستطيع النجاح في مثل هذا الرهان إلا الكبار. عادل التويجري رحمه الله، الرجل الذي كفن بالمحبة والدعوات. في 26 من رمضان فجعنا بفقد كان أثره مؤلم، ليس على الوسط الرياضي والإعلامي، بل على المجتمع السعودي بالكامل. عادل التويجري الذي لاقى ربه ليلة 27 من رمضان كان قد استعد للذهاب لمكة لأداء العمرة، ولكن الله أراد له ما أراد، وما أجمل استعداده قبل ملاقاته لربه. حزن فقده ملأ القلوب، وألسنة الداعين لم تزل تلهج بالدعاء له، وخير المحسنين والمحبين لعادل التويجري لم ينضب. عادل التويجري بروحه الجميلة وابتسامته التي لم نعرفه إلا بها، وحد الجميع بعد رحيله، فالجماهير الرياضية بميولها واختلاف ألوانها ودرجات تعصبها لم تكتسي إلا باللون الرمادي حزنا عليه. ولا يسعنا القول إلا رحمك الله يا عادل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الإعلامي عادل التويجري وغفر له وأسكنه فسيح جناته هذا العزاء باسم برنامج يا هلا والروتانة الخليجية إلى كل عائلته وأهله وذويه ومحبيه، ألهمهم الله الصبر والسلوان.